صحة حديث كعب بن عجرة. حديث كعب بن عجرة، كعب له عشرات الأحاديث، لكن لعلك تعني حديثا معينا، وكعب مشهور بحديثين وله حديث كثيرة أخر. حديث يا رسول الله علمنا كيف نصلي نسلم عليك فكيف نصلي عليك، والحديث الآخر يا كعب بن عجرة آذك الله من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال أمراء يكونون من بعدي يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. ثابت صحيح.